أهلا وسهلا بكم ومتواصلين معكم ومع ضيفنا الكريم فضيلة الدكتور عبد السلام السليمان. بارك الله فيكم. من الأسئلة التي وصلت هذا يقول: ما رأي فضيلتكم في من يقول صيام عشر ذي الحجة بدعة؟ هذا جاهل بالنسبة لمن يقول بأن الصيام في أيام عشر ذي الحجة أنها بدعة، فهذا غير صحيح. بعضهم يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصم هذه الأيام، وجاء في روايات بأنه صام عليه الصلاة والسلام، ولكن عندنا حديث واضح وبين في ذلك، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام من العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قال: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فالعمل الصالح في هذه الأيام من أفضل الأعمال. وإذا سألنا هذا الشخص الذي يقول بأن الصيام بدعة، نقول: هل الصيام من الأعمال الصالحة أم لا؟ فلا يمكن أن يقول أنه ليس من العمل الصالح، ولذلك يشرع في هذه الأيام كل عمل يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك جاء في الحديث: والصوم لي وأنا أجزي به، فيتقرب المسلم بهذه العبادات. فهذا بعض الناس يكون كأنه قاطع طريق، يقطع الطريق على الناس بعباداتهم وصلاتهم. ولذلك يعني إذا أخذنا بهذا القول قلنا أيضا: لماذا يخصص أيضا قراءة القرآن؟ إذا قال مثلا بأن الصوم بدعة، نقول: لماذا يقرأ القرآن؟ ولماذا أيضا يعمل الأعمال الصالحة؟ لماذا يزود في الأعمال الصالحة؟ يعني هذا كل هذا يعني من جهله، أو جهل هذا الشخص الذي يبدع الناس على فعل الأعمال الصالحة. وهذا لا شك أنه يجب أن يتنبأ إلى خطر ما يقوم به، فهو الآن يدل على أو يحث الناس على ترك الطاعات وترك العبادات والتساهل بها، بل هو الآن يبدعهم، نسأل الله السلام والعافية، ووقع في خطر عظيم. فيجب أن يحذر المسلم من أن يقول الله بغير علم، فيجب أن يتنبه إلى ذلك ويرجع إلى أهل العلم، خاصة في مثل هذه المسائل. نعم، أحسن الله إليكم. هل من نوى الأضحية يمسك عن شعره وأظفاره؟ نعم، إذا دخلت العشر كما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها عند مسلم: إذا دخلت العشر أراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره فلا يأخذ منها شيء. وهذا هو الثابت عنه عن في حديث أم سلمة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا دخلت هذه العشر وأراد الشخص أن يضحي فإنه يمسك عن شعره وأظفاره فلا يأخذ منها شيء حتى يضحي. نعم نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. هل يجوز للمرأة أن تستعمل دواء يمنع عنها الدورة الشهرية، ولا سيما في شهر ذي الحجة، لتتمكن من صيام العشر وكذلك الحج والعمرة؟ نعم، لا حرج من ذلك إذا كان لم يكن في أخذ هذه الأدوية والعلاجات ضرر على المرأة، فلا حرج في ذلك، بل إن هذه الأدوية تساعدها على الطاعات وعلى العبادات واستغلال مثل هذه المواسم. فالمسلم إذا صام مثل هذه الأيام وأيضا أكثر من تلاوة القرآن وصلى مع الناس وصلى أيضا قيام الليل، فهي أيام قلائل، هي عشرة أيام، لكن فيها من الفضائل والأعمال الصالحة الخير الكثير. ولذلك المرأة إذا علمت من نفسها أن إذا أخذت هذا الدواء لا يضرها، فلا حرج أن تأخذ هذا العلاج من أجل أن تؤدي وتقوم وتستغل مثل هذه الأيام في الطاعات والعبادات. كذلك أيضا إذا أرادت الحج وأيضا العمرة، فلا حرج لو استخدمت مثل هذه العلاجات والأدوية من أجل أن تؤدي النسك، ولا أيضا تؤخر أيضا من معها في الحج. فأحيانا بعض النساء عندما تنزل عليها الدورة تتسبب بحرج كبير على كل من معها، لأنهم سيبقون وينتظرونها، ففي هذه الحالة أو أنها تضطر أن ترجع إلى بلدها ثم ترجع مرة أخرى لإكمال حجها، كل هذه أيضا ربما تواجهه المرأة يعني خلال مواسم الحج، خاصة في مثل هذه الأيام أن هناك ارتباطات ما يتعلق بالحجوزات، وخاصة بالنسبة لمن يأتون من بلاد بعيدة ويصعب عليهم تأجيل السفر، وأيضا يصعب عليهم الرجوع مرة أخرى لإكمال الحج. فالمرأة إذا أخذت مثل هذه الأدوية ولا ضرر عليها فلا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم،
نعم بارك الله فيكم. ومع اتصالاتكم مرة أخرى معنا أم أنس من الغزالة. السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ سؤال، الحريم المحدات وش يلبسن؟ المحادة؟ نعم. كيف بيت صوتك؟ نعم، بالنسبة للمرأة المحادة أولاً عليها أن تبقى في بيت زوجها يعني 4 أشهر و10، ولا تخرج من بيتها إلا لحاجة، إذا كان لها حاجة يعني إما مراجعة لطبيب أو عمل تعمل به، ولا يعني وربما ترك هذا العمل يضر بها وأيضا ما يتعلق بالدخل الذي تتحصل عليه، أو عندها دراسة واختبارات فلا حرج عليها لو أنها خرجت لمثل هذه الحاجات. أما ما يتعلق باللباس فلا تلبس لباس زينة، ولا يشترط، بعض النساء تظن أن المرأة المحادة عليها أن تلبس السواد، نقول لا، أن تلبس اللباس أو العادي الذي لا يكون فيه شيء من الزينة، وإنما اللباس العادي، ولا يشترط في ذلك لون محدد، فعليها تلبس ما تشاء من الألوان. المقصود أنه لا يكون هذا اللباس هو في ظاهره لباس زينة تتزين به المرأة عند النساء أو أيضا في المناسبات أو لزوج أو لغير ذلك، إنما هو تلبس اللباس العادي الذي تلبسه المرأة في بيتها. وكذلك عليها أن تترك أيضا الحلي، ولا تلبس الحلي أيا كان نوع هذا الحلي، سواء من الذهب أو الفضة أو الألماس أو غير ذلك، فلا تلبس شيئا من الحلي. كذلك أيضا المرأة المحادة لا تطيب، تتجنب الطيب، ولا تطيب إلا إذا كان الطيب بعد حيضتها وقد اغتسلت، فلا حرج أن تستخدم العيد، أن تستخدم الطيب بعد حيضتها، فلا حرج في ذلك. ولا حرج أيضا أن المرأة المحادة في بيتها تطيب البيت، يعني لا تطيب هي بنفسها ولكن يقومون بتطيب البيت، فلا حرج في ذلك. كذلك المرأة المحادة تتجنب أيضا ما يتعلق ببعض ما تضعه النساء على وجوههن من الأصباغ وغيرها للزينة، فتتجنب مثل هذه ما يسمى بالمكياج وغيرها، تتجنب مثل هذه الأشياء، كل هذه الأمور تتجنبها المرأة المحادة في المدة التي بينها الله سبحانه وتعالى، وهي 4 أشهر و10. نعم نعم بارك الله فيكم. الشخص الذي توفي ولم أيضا يحل، مما ينبه عليه نعم، بعض النساء تمتنع عن الكلام مع الرجال وتظن أن هذا أيضا محرم عليها. لا حرج لو أن اتصل عليها شخص وأراد أن يعزيها، لا حرج في ذلك. أيضا من ما يظن أيضا عند بعض الناس أن المرأة لا تخرج أيضا في حوش بيتها ولا تنظر إلى القمر، وأيضا يمنعون الصغار الأطفال من الحضور عندها أو السلام عليها، وكل هذه من البدع والخرافات التي تنتشر عند بعض العامة. ولذلك يجب على المسلم في أي أمر من الأمور وما يتعلق بما يشرع له من العبادات أو ما يأتي به الشارع من توجيه، أن يرجع أولا إلى أهل العلم، وأن أيضا يطلع ويقرأ عن هذه المسائل لكي لا يقع في بعض البدع التي للأسف أنها تنتشر عند بعض العامة. نعم أحسن الله إليكم. الشخص الذي توفي ولم يحج، هل يلزم ورثته أداء الحج عنه؟ هذا يكون على حالين، الحالة الأولى إذا كان في حياته عنده الاستطاعة، استطاعة المال والبدن، ولكنه لم يحج، فإن على ورثته أن يحجزوا مبلغا من المال لكي يقوموا بالتحجيج عنه، فيجب على ورثته أن يجعلوا شيئا من المال الذي تركه للحج، بأن يقوم أو إما أن يقوم أحد الأولاد بالحج عن والده، أو أن يضع هذا المبلغ أو المال ويعطى لشخص بأن يقوم بالحج عنه. أما إذا لم يكن مستطيعا يعني في حياته، إما كان عنده مرض ولا يستطيع مع المرض الحج وعنده استطاعة مالية، أو أنه لا يوجد عنده استطاعة مالية وهو قادر على بدنه ولكن لم يحج، فهذا غير مستطيع وغير مكلف. لكن لو أن أولاده أخرجوا من باب الاستحباب وليس الوجوب،
من باب الاستحباب قالوا أخرجوا مبلغا من المال إذا تبرعوا به جميعا. نعم. وإلا ليس لأحد أن يحجز هذا المال عن الورثة، لكن لو أن الورثة يعني وافقوا جميعا على إخراج هذا المال أو مال محدد من ما ورثه هذا الشخص وجعلوه لحجة عنه جاز هذا الأمر. وأيضا من البر أيضا أن يقوم أحد الأولاد بالتحجيج عن والده وهو كان في حياته لا يستطيع، والآن الابن يعني يقوم بوفاء مثل هذا العمل وهو ما يتعلق بالحج لوالده، فيقوم إما بنفسه بالحج عنه أو أن يجعل شيئا من المال يعطيه لشخص لكي يحج عنه، فكل هذا جائز. نعم نعم بارك الله فيكم. معنا اتصال سوسن من الدنمارك، تفضلي. ألو مرحبا. نعم حياك الله. أخي أنا كنت قبل شهر بالعمرة، رحت العمرة لكن ما كنت أعرف يعني أنه واحد لازم ينوي قبل ما يروح، فمن كنت بمطار تركيا شفت ناس يصلون وعرفت أنه رايحين للعمرة، صليت وقلت أصلي ركعتين مثل ما هم. وين في هذا؟ صليتي نعم؟ الركعتين وين صليتيها فيها؟ في مطار تركيا. نعم. لكن أنا في نيتي وكنت حاجزة أنه أول ما أوصل السعودية أروح مباشرة المدينة، وبعدين يعني كنت حاجزة 4 أيام أرد المدينة، وبعد ما أخلص من المدينة أبيع جدة وبعدين أروح المكة. طيب. فأنا كانت نيتي نيتي، فبعدين رحت وقلت لهم يعني كيف من المدينة كيف أسوي، فواحد حكى أنه لازم أنت تنوين، فأنا ما كنت ناوية يعني أنه من المدينة، لأنه أعرف نفسي راح أروح جدة ومن جدة حكى لي تقدرين أنت تنوين وتروحين. طيب ماذا حصل؟ فأنت يعني الإشكال أنه يعني أنا رحت للعمرة وحكى لي لازم من جدة تنوين، فلما شفت ناس قالوا لي ما يصير يعني ما في مكان من جدة، لازم أنت تكوني ناوية في المدينة. طيب. فقلت يعني كيف أنا رحت بعد وقت ما رجعت. طيب سؤال الآن، هل أنت الآن لبيتي بالعمرة من جدة ولا من المدينة؟ أنا إيه؟ كنيتي أنه من أنا كنت بلدي. لا 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 أتكلم متى لبيتي بالعمرة؟ لما قلتي لبيك اللهم عمرة، في المدينة أو في جدة؟ في جدة. في جدة. طيب لبيتي بالعمرة في جدة ثم ذهبتي إلى مكة وأديتي العمرة وانتهيتي من ذلك. نعم. نعم. أنت تعديت الميقات يعني، وهذا الإشكال، لأنك لو لبيتي في المدينة لا ارتفع الحرج عنك بالنسبة للميقات، وأيضا كان الواجب عليك أن تلبي من الميقات، من ميقات المدينة، وحيث أنك لبيت من جدة فقد تعديت الميقات، لذلك يجبر هذا أو تجبر هذه العمرة بهدي يذبح لفقراء مكة. فهناك تطبيقات الآن موجودة يمكنك التواصل معها لوزارة الحج، فتتصلي يعني عن طريق التطبيقات أو غيرها وتقومي بإخراج فدية عن ما حصل منك من تجاوز الميقات بدون أن تحرمي. نعم، والعمرة ولله الحمد صحيحة ولا حرج في ذلك. نعم شكرا لاتصالك بارك الله فيكم. شكرا لكم يا شيخ وجزاك الله خير على ما قدمت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، إلى هنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من هذا البرنامج المبارك بإذن الله عز وجل، وقد أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام السليمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر.
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى، التي تجمعنا بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن عبد الله سليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم بالإخوة المشاهدين والمشاهدات، حياكم الله جميعا. اللهم أمين، جزاك الله خير. أذكركم أيها الإخوة والأخوات بجوال البرنامج للتواصل 05-01-78-55-36. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة حفظكم الله بهذا السؤال: هل من توجيه للمسارعة في الخيرات واستغلال الأوقات الفاضلة وخاصة في أيام عشر ذي الحجة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شك أن إدراك مثل هذه الأيام هي من أفضل النعم التي يتفضل بها الله سبحانه وتعالى على عباده، ولذلك من أدرك مثل هذه الأيام فعليه أن يستغلها بالطاعة والعبادة. والله سبحانه وتعالى في كتابه قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، فأمرنا بالمسارعة إلى الخيرات. ولذلك على المسلم أن يحرص على أن يسارع وأن يبادر بالأعمال الصالحة، وخاصة في مثل هذه المواسم. ونبي عليه الصلاة والسلام يقول: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وأيضا فراغك قبل شغلك، وكذلك حياتك قبل موتك. فالمسلم يستغل هذه الخمس التي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن نغتنمها: الشباب والصحة والعافية والغنى. فالشاب يعني يحرص على العبادات وعلى الطاعات، وأيضا على قيام الليل، وأيضا بالنسبة للصحة والعافية وهو صحيح يستغل هذه الصحة أيضا في طاعة الله وفي العبادة والمحافظة على الصلوات وعلى الصيام وغيرها من العبادات. والغنى يتصدق بماله، وأن الله سبحانه وتعالى قد أنعم عليه وتفضل عليه بالمال، فعليه أن يتصدق به. ولذلك اغتنم خمسا قبل خمس. وكذلك الفراغ، كثير من الناس عندهم وقت وفراغ، فالمسلم عليه أن يستغل هذا الفراغ بالطاعة والعبادة والتزود من الطاعات، وأن لا يذهب إلى شواغل الدنيا التي تشغله عن هذه العبادات وعن هذه أيضا المواسم الفاضلة. وأيضا الحياة، وأنت في حياتك وقد أمد الله بعمرك، فعليك أن تستغل أيضا هذه الفرصة، فعليك أن تغتنمها بالطاعة والإكثار من الطاعات والعبادات. كل هذه الخمس يجب أن يستحضرها المسلم دائما في أوقاته وفي حياته، كل على حسب ما أعطاه الله من هذه الخمس: من الشباب ومن الصحة ومن المال ومن الفراغ، وأيضا يستغل وهو أيضا في حياته وقد أمد الله بعمره. وهذه الأيام هي أيام فاضلة، نبينا عليه الصلاة والسلام قال عنها: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فالعمل الصالح في هذه الأيام من أحب الأعمال ومن أحب ما يقوم به المسلم، وهي من الأعمال التي تكون محببة لله سبحانه وتعالى، وهي من أحب الطاعات التي ينبغي المسلم أن يستغل هذه الأوقات وهذه الأيام فيها. ومن ذلك الأعمال التي يشرع للمسلم ويحرص عليها ما جاء أيضا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، هو ما افترضه الله عليه من العبادات. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث القدسي:
وما يعني جاء في الحديث، وما يبين أنه ما أحب يعني أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى هو ما افترضه الله عليه. ثم قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن استعاذني لأعيذنه، ولئن استغفرني لأغفر له، أو كما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. ولذلك المسلم يحرص على أولا على أداء الفرائض والحرص على أدائها في أوقاتها. هذا أولا. الأمر الثاني الإكثار من العبادات والطاعات كما جاء في الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ولذلك النوافل والعبادات إذا اجتمع أولا فيها كثرة العبادات والطاعات والنوافل مع أيضا هذا الوقت وهذا الموسم العظيم، فلا شك أنه يحقق ما يحتاجه المسلم في حياته، وأيضا ما يكون له أيضا رفعة له في درجاته يوم القيامة. ومن ذلك أو الأعمال الصالحة التي يتقرب بها العبد إلى الله في مثل هذه الأيام الصيام. والصيام كما جاء في الحديث أن من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وأيضا الصيام كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: والصيام لي وأنا أجزي به. وأيضا ما يتعلق بالعبادات مثل قراءة القرآن، فيكثر المسلم في هذه الأيام من قراءة القرآن، ولا أقول كما جاء في الحديث: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف الحرف ولام الحرف وميم الحرف، وتتضاعف الحسنات إلى 700 ضعف. فيحرص المسلم على تلاوة القرآن وأن يجعل له أكثر من ختمة في هذه العشر المباركة. الأمر الثالث الإكثار من الذكر، ولذلك جاء في قوله تعالى: ويذكر الله في أيام معلومات. قال ابن عباس: هي أيام العشر. فيكثر المسلم من ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء أيضا في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر أنه ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، قال: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. ولذلك كان ابن عمر وأيضا كان أبو هريرة رضي الله عنه كان يخرجان إلى السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. فيكثر الإنسان من التكبير مع دخول هذه العشر في جميع الأوقات، في بيته وفي سوقه وفي مسجده، ويرفع صوته بالنسبة للرجال، يرفع أصواتهم بهذا التكبير حتى يسمعه الناس، وأيضا إحياء لهذه العبادة. أيضا من ذلك أيضا على المسلم أن يكثر من الصدقات في هذه الأيام، من الصدقة سواء إطعام الطعام أو أيضا توزيع الماء أو غير ذلك من الأعمال الصالحة التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها. أيضا لا يغفل المسلم عن قيام الليل في هذه الأيام. قيام الليل لا يشترط أن يكون في رمضان، بل إن في مثل هذه الأيام التي العمل فيها الصالح أحب إلى الله من غيرها من الأيام، أيضا عليه أن يحرص على قيام الليل، ويحرص على العبادة في مثل هذه الليالي المباركة، ويصلي ما شاء أن يصلي. فكل هذه العبادات وغيرها أيضا من العبادات يجب على المسلم أن يحرص عليها وأن يستغل مثل هذه المواسم. فقد أمد الله بعمرك حتى أدركت هذه الأيام، مع أن أناسا لم يدركوا هذه الأيام وفاتهم هذا الأجر العظيم. وهناك أيضا من صرفه الله عن هذه العبادات، إما بإنشغاله في أمور أو ما يلهيه عن هذه العبادات. فعليك أولا أن تحرص على استغلال هذه الأيام، وأن تفرح بأن بلغك الله هذه الأيام المباركة. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نعم، أحسن الله إليكم وأثابكم الله. متواصلين معكم وأيضا مع اتصالاتكم. معنا أم غازي من جدة، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أنا عندي توفى جوزي قبل شهر، والله يرحمه، ومطلع بطاقة لولده وتوفى، وعندي ورثة يعني عنده عياله من طريقته أول، عنده ولد وبنت، والمبلغ الآن في حساب ولدي يعني. إن الآن صراحة ماني عارفة إيش أسوي في المبلغ هذا. المال هذا لزوجك يعني لوالده؟ إيه. نعم. إيه. نعم، هذا يكون المال الذي في الحساب الذي وضعه
زوجك عند ولده، هذا المال يكون للورثة، يكون للورثة، يخبر الورثة بهذا المال ويوزع عليه. نعم. طيب السؤال الثاني شيخ، أنا عندي دراسة ويعني رفضوا أني أنا أكون عن بعد أو زي كذا، هل يجوز أني أطلع أختبر وأرجع بيتي؟ بالنسبة للمحادة عليها أن تبقى في بيت زوجها 4 أشهر و10، وإذا كان لها حاجة مثل الدراسة أو كان عندها عمل جاز لها أن تخرج إلى الدراسة أو إلى العمل، أو كان عندها مثل ما ذكرتي عندك اختبارات فلا حرج أن تخرجي لأداء الاختبارات، وأيضا ما يتعلق بالدراسة عن بعد لا حرج في ذلك، وأنت في بيتك يعني تتابعين الدروس وأيضا تقومين بالمناقشة مع المدرسة والأستاذة التي تقوم بالتدريس أو مع الزميلات فلا حرج في ذلك، وإذا احتجت إلى الذهاب إلى الجهة التي تدرسين فيها لا حرج في ذلك أن تذهبي إما للدراسة أو إذا كان هناك اختبارات تقوم بأداء الاختبارات. نعم، جزاك الله خير. شكرا لاتصالكم، بارك الله فيكم. متواصلين معكم ومع أسئلتكم ومع اتصالاتكم أيضا. أم صالح من الرياض تفضلي. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو تكرمت يا شيخ، أنا مريضة كلى، أغسل في مركز الغسيل، يبدأ الغسيل بعد صلاة الظهر مباشرة إلى قبيل المغرب، فيأذن علي العصر وأنا في الغسيل، أنا أصلي الظهر وأصلي معاها جمع، يعني أصلي العصر وبعدين أبدأ الغسيل، ولما أرجع البيت يكون قد يعني على أذان المغرب. فأصلي المغرب، أكون جدا متعبة جدا، أصلي المغرب وأصلي معاها العشاء أحيانا، لأني إذا قلت أستنى العشاء ما أصليه إلا نصف الليل. نعم، ما أدري إيش. نعم إن شاء الله. تسمعين الإجابة. المريض وخاصة مريض الكلى الذي يقوم بالتغسيل يجوز له أن يجمع الصلاة، صلاتي الظهر والعصر، سواء جمع تقديم أو جمع تأخير على حسب ما يكون فيه راحة له، فلا حرج عليك وأنت تقومين بجمع صلاة الظهر والعصر في أول وقتها، أي بعد صلاة الظهر مباشرة فتصلين الظهر والعصر، وأيضا يجوز لك أن تجمعي ما بين صلاتي المغرب والعشاء، فيجوز لك أن تقدمي الصلاة، لكن أنت ذكرتي أنك بعد الغسيل تكوني متعبة، فيجوز لك أن تؤخري المغرب إلى وقت العشاء، إلى آخر وقت العشاء، إلى منتصف الليل إذا كان فيه مشقة عليك في أن تصلي المغرب والعشاء في أولها. المقصود أنه يجوز لك الجمع، المريض يجوز له أن يجمع ما بين صلاتي الظهر والعصر سواء جمع تقديم أو تأخير، ويجوز أيضا له أن يجمع ما بين صلاتي المغرب والعشاء سواء جمع تقديم أو جمع تأخير، وينظر المسلم في حاله وحاجته، ولذلك جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع ما بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، فلما سئل عن ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته، فهذا يدل على أن المريض إذا احتاج للجمع فلا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم، أحسن الله إليكم وأثابكم الله. نبقى مع هذا الفاصل ثم نعود إن شاء الله.